الرئيس السيسي يؤكد أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. تنديد مصري وعربي بالهجوم الحوثي على مدينة جازان السعودية والذي أسفر عن إصابة 5 مدنيين. منظمة الصحة العالمية تستبعد إمكانية التغلب على فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل. وأعرب الرئيس السيسي خلال لقائه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان، وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. وشهد اللقاء التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه اتفق مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي على ضرورة الاستمرار في الدفع للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لأنه السبيل الوحيد لحماية المصالح للشعوب الثلاث. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران عقب محادثاتهما اليوم بالقاهرة. طبعا من ضمن هذه القضايا كانت قضية مفاوضات سد النهضة وكيفية السير قدما للتوصل إلى اتفاق عادل قانوني ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاثة بشكل متوازي، يؤدي إلى استفادة إثيوبيا من سد النهضة في التنمية، ولكن دون الإضرار الجسيم بأي من دولتي مصر والسودان، وأننا سوف نستمر في الدفع للتوصل إلى هذا الاتفاق باعتباره السبيل الوحيد لحماية مصالح شعوبنا الثلاث ووضع إطار للتعاون والتفاهم والبعد عن التوتر والمواجهة. وأضاف شكري أن مصر تدعم الطرح السوداني لاستئناف المفاوضات برعاية رباعية دولية تدعمها الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى حلول مناسبة تراعي مصالح الدول الثلاث. للأسف المسار الأخير التفاوضي اللي راعته رئاسة الاتحاد الأفريقي تعثرت وانقطعت المفاوضات، وطرح من قبل الجانب السوداني رؤية لاستئنافها برعاية وتيسير من قبل رباعية دولية تدعم جهود الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي الكونغو الديمقراطية، وهناك تحمل كامل من قبل فخامة الرئيس تشيسيكيدي لهذه المسؤولية وإدراك من فخامته لأهميتها لتحقيق الاستقرار بالقارة الأفريقية والوصول إلى حلول مناسبة تراعي مصالح الدول الثلاث. نحن ندعم هذه الرؤية وعبرنا عن ذلك علنية، وتواصلنا مع الأطراف لحثها على الإقدام على إبداء الإرادة للانخراط، وهناك من الأطراف مثل الولايات المتحدة التي كانت منخرطة في القبل واستمرت خلال فترة المفاوضات الأفريقية كمراقب مع الاتحاد الأوروبي، ونضيف إليها الأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي. من جانبها حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي من أن عدم التوصل إلى اتفاقات حول سد النهضة يفضي إلى مخاطر على دولتي المصب مصر والسودان. المستجدات في سد النهضة والتي كانت أبدا محل يعني محل عمل مشترك بيننا في مباحثات ممتدة وصلت في مراحل كانت لما يقارب الاتفاقات، ولكنها توقفت مما أفضى إلى مخاطر كبيرة وجمة على بلادنا جميعا على رأس دولتي مصر والسودان، وخاصة فيما تم من ملء سابق في العام الماضي والمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها شعبي وادي النيل بإعلان الملء المزمع، خاصة وإنه إذا تم هذا الملء بالصورة التي أعلنت من قبل إخوتنا في إثيوبيا بملء ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب من الماء، فإن هذا سيتسبب في مخاطر خطيرة جدا تهدد 20 مليون سوداني بالعطش المفضي إلى الموت. من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أحقية بلادها في المنطقة المتنازع عليها مع إثيوبيا من خلال اتفاقية ترسيم الحدود والتي جرت مع أديس أبابا في عام 1903. نحن نقول بوضوح أن مسألة الحدود فيما يخص الحقوق السودانية مسألة معلومة وموثقة، ومعلوم أن هناك اتفاقية منذ العام 1902 بموجبة تم ترسيم لهذه الحدود في عام 1903 مشفوعة بخرائط. بالتالي لم يكن أبدا يوما من الأيام هناك مشكلة في اعتراف إثيوبيا الذي تكرر في اتفاقية مهمة وثقت ما بين البلدين برلماني البلدين في عام 1972 في سيادة السودان على تلك الأراضي، ولكن واقع أن هناك العديد عبر السنوات عديد من المزارعين الإثيوبيين دخلوا إلى هذه الأراضي السودانية واستعمروها وعمروها، هذا أيضا نحن واقع نعترف به. في ظل هذا الواقع نحن منفتحون تماما لمعادلة تجعل من هذه المنطقة منطقة تعاون مشترك كما تعلم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك سيادة السفير. أهلا بك، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، وبداية إلى أي مدى بتعود أهمية التواصل بين دولتي المصب مصر والسودان للتواصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة؟ أولا لأن المصلحة مشتركة وكلا البلدين يضار من قيام إثيوبيا بالتصرف وحدها ودون تنسيق، ثم حتى لو أن إحدى الدولتين تضار فالرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الخط الواضح أن أمن السودان وأمن مصر هو أمن واحد يندرج في بلد. أنا من الجيل الذي هاتف لعلم مصر والسودان، فقد كنا بلدا واحدا، إذا بالسودان ينقسم عنا وإذا بالسودان مهدد بالانقسام مرة أخرى مرات ومرات، وهذا درس نأخذه كسودانيين وكمصريين أن الوحدة الوطنية تعلو على المسائل القبلية والانقسام. نأتي إلى إثيوبيا، ما تثير إثيوبيا رفضه المجتمع الدولي في كل من حاول أن يتمسك بنفس الحجة. عندما قام الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة 1917 ادعت روسيا أن كل الديون التي عليها هي ديون نظام آخر، لا يقبل العالم هذا المنطق أبدا، وأن أي نظام اقترض فإن عليه أن يشدد حتى ولو جاء نظام جديد. أي دولة التزمت بمعاهدة فإن عليها أن تلتزم بها حتى وإن تغير النظام أو كان هذا في إطار فترة الاستعمار أو غيرها. لأن لو لم نأخذ بهذا المنطق الذي أقوله، إذا لتغيرت جميع الحدود في جميع بلدان إفريقيا وفي كثير من بلدان العالم حتى في أوروبا، لأن كلنا استقرينا على أن الحدود التي انتهت إليها
خريطة العالم بعد الحرب العالمية الثانية هي الحدود النهائية لكل الدول، وبالتالي أيضا المعاهدات التي وقعت تحت أي ظرف هي ملزمة للدولة الملتزمة، حتى وإن كان الذي وقع عنها نظام آخر أو استعمار أو ما إلى ذلك، أن هذه حجج لا يقبلها القانون الدولي. نعم. إذن التنسيق المصري السوداني طبعا يغطي هذه المسألة، لكن أنا أتصور أن التنسيق المصري السوداني يمتد لأبعد من ذلك في كثير من المسائل، ونحن يعني شعبين بيننا كثير من الاختلاط بين الشعبين. القاهرة تستضيف أو مصر تستضيف ملايين السودانيين يعيشون في مصر دون أن ندرك أنهم أغراب عنا لأنهم في بلدهم. وأيضا عندما أزور السودان والخرطوم لا أشعر أبدا ولو للحظة أنني في بلد آخر. مصر والسودان ينبغي أن يوصلان هذا التنسيق، وبالتأكيد لدينا من المصالح المشتركة إلى جانب التحديات المشتركة، لكن هناك إيجابيا مشروعات مشتركة ومصالح مشتركة يمكن أن تصب في صالح البلدين. نعم سيادة السفير، تحدث معالي وزير الخارجية سامح شكري عن أن المفاوضات ليست لا نهائية، وبالتالي ما هي السيناريوهات الموضوعة للتعامل مع إثيوبيا في حال المماطلة في هذه المفاوضات؟ وطبعا كنا نفضل كمصريين وكسياسة مصرية أن يقتصر التفاوض على مصر والسودان وإثيوبيا، هم أصحاب المصلحة المباشرة. إنما كثرة التردد الإثيوبي وتهرجح الموقف يجعلنا أقدمنا على خطوة إدخال قوة أخرى، سواء الولايات المتحدة أو البنك الدولي أو الأمم المتحدة والآن الاتحاد الإفريقي، كل هذه أطراف لكي تقتنع إثيوبيا أن وتطمئن أيضا أن هناك أطراف محايدة تأتي وتقول لها عدلي موقفك ويجب أن يكون أكثر مرونة، خصوصا وأننا كمصريين عندما ندرس الموقف فنيا لا نجد أبدا ما يدعو لتخوف إثيوبيا، بل ولا تخوف مصر والسودان، لأن كمية المياه التي تهطل على الهضبة الإثيوبية أكثر من الاحتياجات. وكما تعلمين فإن إثيوبيا لا تستخدم المياه الجارية في نهر النيل الأزرق نفسه، لأن إثيوبيا غارقة في الأمطار، ومن يستخدم مياه النيل الأزرق هو ربما الفلاحين الذين يعني تكون أراضيهم مباشرة على نهر النيل، وهي لا تمثل أكثر من نصف في الماء من احتياجات إثيوبيا. شيء آخر مطمئن أن السد مقام لتوليد الكهرباء، ولا يمكن ينجح السد في توليد الكهرباء إلا إذا مرر المياه شمالا نحو السودان ومصر، فإذا أوقفوا المياه فلن يكون لهذا السد أي قيمة. أيضا السد مقام في أقصى شمال السودان، وبالتالي لا أظن أن المياه تذهب ناحية الجنوب، تعرف نهر النيل يندرج من الجنوب للشمال وليس العكس. فالسد مقام على قرب الحدود السودانية ولا يمكن استخدام مياهه لأنها لا تذهب إلى الجنوب. كلها عناصر مطمئنة تفسر ما أحيانا أجد الرأي العام قلق، أن مصر يعني طويلة النفس، وفعلا نحن بكل حق لدينا نفس طويل، لأن سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية والفنية لدينا ما يطمئننا، وإن شاء الله نصل إلى إنهاء هذه المشكلة بما يرضي كل الأطراف بإذن الله. أنا بشكر حضرتك سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة. يبدأ اليوم الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكري رفيع زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيس الأركان لكلا البلدين. ومن المنتظر أن يجري رئيس الأركان خلال اجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين والارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة جهود الوزارة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصحة أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بمبادرة حياة كريمة التي تستهدف تهيئة المنشآت الطبية بقرى ومراكز المبادرة. واصل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري. في الوقت نفسه وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالإجماع على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لعام 2020 والخاص بالشهر العقاري حتى 30 من يونيو من عام 2023، وذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي. يواصل منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الثانية أعماله اليوم تحت عنوان تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في أفريقيا، التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين والخبراء. ويعقد المشاركون في المنتدى الذي يعقد افتراضيا في يومه الثاني ثلاث جلسات تخصص الأولى لمناقشة النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن في أفريقيا أثناء جائحة كورونا، والثانية لمناقشة تفعيل الوقاية الهيكلية في أفريقيا، كما يبحث المشاركون في الجلسة الثالثة تقييم مدى تأثير جائحة كورونا على النمو الاقتصادي والتقدم التنموي في القارة وكيفية التعافي العادل للجائحة. في تصريحات خاصة للنيل للأخبار، قال محافظ مطروح خالد شعيب إنه تم إنشاء مجمع سكني لأهالي منطقة الطبية بمطروح في إطار تطوير العشوائيات، وذلك بشكل حضري يليق بأهل المنطقة. ملف تطوير العشوائيات، احنا كان عندنا منطقة اسمها منطقة الطبيعية، كانت منطقة غير مخططة وكانت عشوائيات ومنطقة على شارع رئيسي شارع عالم الروم. الحمد لله هذه المنطقة تم عمل مجمع سكني لأهل هذه المنطقة، حاجة حضارية جدا جدا والناس كلها فرحانة بيها. ودلوقتي بيعاد بعد ما المنطقة بعد ما هم اتنقلوا للمساكن الجديدة اللي احنا عملناها لهم مجمع سكني كبير، حاليا دلوقتي مع بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بيعاد تخطيط هذه المنطقة لتكون منطقة كاملة متكاملة وكل خدماتها تخدم هذه المنطقة. وأضاف محافظ مطروح أن هناك على أرض الواقع الكثير من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها مثل تطوير الساحل الشمالي الغربي ومحطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة. يعني الحمد لله طبعا يعني اهتمام القيادة السياسية بمطروح وبالصحراء الغربية وبالساحل الشمالي الغربي، شايفين على أرض الواقع اللي بيتم من مشروعات يعني قومية كبيرة، نبدأها بمدينة العالمين الجديدة بما فيها من مشروعات تنموية تحقق تنمية مستدامة سياحية وصناعية وتعليمية وطبية، وإن شاء الله قريبا هيكون في مدينة رأس الحكمة الجديدة، ده كل ده على الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة طبعا إلى محطة الطاقة النووية في سلمية في مدينة الضبعة. إن شاء الله قريبا هنشوف ميناء جرجوب، وده هيبقى ميناء قومي وميناء يعني اقتصادي، ويحقق كل هذه المشروعات طبعا من تحت شرف هيئة القطاعات العمرانية الجديدة، وده ان شاء الله بيحقق فرص عمل لابنائنا في اهالي مطروح هنا وبيحقق مزيد من التنميه والاستدامه. تواصل المراكز الطبيه ووحدات طب الاسره من خلال فرقها الثابته والمتحركه حمله التطعيم ضد شلل الاطفال، والتي بدات في 28 من شهر فبراير الماضي وتستمر حتى 3 من شهر مارس الجاري لتطعيم الاطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، وذلك بمحافظات مصر كافة. أكثر من 13,700,000 طفل تم تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 81.5% من المستهدف الذي يصل إلى 16,700,000 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات. وقد شهدت المراكز الطبية إقبالا متزايدا من المواطنين على الحملة بما يؤكد وعيهم الكامل بأهميتها ضد المرض. الجيزة محددة مترابطة الأطراف يقطنها البدو والحضر وجميع فئات المجتمع المصري. الحمد لله احنا غطينا كل الإمداد بتاعنا،
وبنأكد على حضرتك ان المستهدف عندنا الحمد لله 1,721,000 طفل. المعدلات بتاعتنا قوية جدا الحمد لله، في اقبال شديد، في تنسيق مع جميع الجهات المعنية كلها، فرق المتحركة بتجوب الشقق وبتحط استيكرات من شقة لشقة. الحاجة التانية بنأكد ان وجود التطعيم موجود في الوحدات الصحية والمراكز الصحية بالإضافة لأماكن التجمعات. حملة التطعيم ضد مرشح الأطفال تتم وسط إجراءات احترازية غير عادية بين الأطفال كافة، كما يتم تخزين الطعوم وفقا لأحدث المعايير العالمية. احنا هنا في إدارة العجوزة الصحية هدفنا 45,098 طفل. الحمد لله لغاية دلوقتي وصلنا لعدد كبير جدا. احنا بنتنقل من شقة لشقة ومن شارع لشارع، وبنروح كل حضانة ممكن تكون مفتوحة، وبنطلب من الأولياء الأمور ياريت يساعدونا، ياريت يجيبوا أطفالهم. الحملة هتفضل موجودة لغاية يوم الجمعة في نبطشات الوحدة نفسها. لازم أنا بكون لابسة ماسك والأم نفسها لابسة ماسك، ولو كنا أنا لابسة جوانتي، وفي تباعد بيني وبين الأم بتكون بنص متر كده علشان ما يحصلش العدوى عشان الكورونا. قبول واستحسان من قبل المواطنين لما يقدم لهم من إجراءات ميسرة خلال حملة التطعيم. اتمنى لصحتهم واطمن عليهم على طول عشان كمان التطعيم مجانا ويريحهم. طبعا كويسين جدا والله، يعني الصحة كويسة مهمة، اهم من اي حد تاني، اهم من اي حاجة برة. التطعيمات دي مهمة جدا عشان العين ما يعياش، عشان العين ما يجلوش بعد الشر حاجة. اقبال المواطنين على حملات التطعيم ضد مرض شلل الاطفال يؤكد وعيهم الكامل باهميه تلك الحملات الفاعله لوقايه فيل ذات اكبادهم من امراض قد تغير مجرى حياتهم. محمد حلمي، النيل. ادانت مصر باشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري احدى القرى الحدوديه بمنطقه جازان بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المقيمين بالمملكة. كما أدانت الإمارات والبحرين والأردن الهجوم، ودعت السفارة الأمريكية في الرياض الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع. كانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أن الدفاع المدني في المملكة رصد مقذوفا عسكريا أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية سقط في مدينة جازان وأصاب 5 مدنيين. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد وضاح الجليل الباحث السياسي اليمني. سيد وضاح، بعد التحية، إدانات مصرية ومن أطراف عربية أيضا لاستهداف ميليشيا الحوثي لإحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان السعودية، كيف تثمن ذلك؟ سيد وضاح، سيد وضاح هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد وضاح الجليل، وسنعاود الاتصال به لاحقا في خلال هذه البانوراما. حث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن المتمردين اليمنيين على وقف هجماتهم في شمال اليمن، وقال بلينكن إن على الحوثيين وقف هجومهم على مأرب والانضمام إلى السعوديين والحكومة الشرعية في اليمن في اتخاذ خطوات بناءة نحو السلام. واستأنف الحوثيون الشهر الماضي هجومهم على مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلاد. وعودة من جديد للاتصال الهاتفي بالسيد وضاح الجليل الباحث السياسي اليمني، معنا عبر الهاتف من القاهرة. سيد وضاح هل تسمعني؟ الصوت غير واضح. نعم، سأعيد على حضرتك نفس السؤال، كيف تثمن إدانة مصر وعدد من الدول العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لإحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان السعودية؟ نعم، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. بالتأكيد ما ترتكبه هذه الميليشيا هو جريمة إنسانية، هذا استهداف خطير للأعيان المدنية والمواطنين المدنيين، وإدانة مصر والدول العربية في هذا الشأن تأتي في هذا الاتجاه. هذه جريمة نكراء ينبغي الوقوف أمامها بجدية وصرامة. المجتمع الدولي بأكمله مطالب
في الوقوف امام هذه الميليشيا ووقف اعمالها العدائيه سواء كانت داخل اليمن او خارج اليمن. هذه الميليشيا كل يوم وهي تثبت انها تمثل تهديدا ليس فقط للامن داخل اليمن ولا للمجتمع اليمني بل للامن الاقليمي والامن العالمي بشكل كامل. لم تتورع هذه الميليشيا عن ارتكاب مثل هذه الجرائم منذ بدايه صعودها، وحاليا هي اصبحت تمتلك أسلحة نوعية تمكنها من ارتكاب مثل هذه الجرائم مثل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وكل هذا يحدث والمجتمع الدولي يتأمل ويعاين ما تقوم به هذه الميليشيات دون أن يتدخل تدخلا حقيقيا ويكتفي ببيانات ودعوات ومطالبات لجماعة الحوثي وكأنها حزب سياسي أو فرق يعترف بالسياسة ويمارسها، بينما هي ميليشيا لا تختلف عن تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش، وتتفوق على إنها تتفوق على هذه التنظيمات لأنها تمتلك مثل هذه الأسلحة النوعية التي تسمح لها بتوجيه أو تنفيذ أعمال عدائية ضد المدنيين في مناطق بعيدة عن سيطرتها، أي أنها لها القدرة على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مناطق بعيدة. الآن نحن ندخل في العام الخامس منذ بدء هذه الميليشيا باستهداف المملكة العربية السعودية بمثل هذه الأعمال العدائية. لم تقتصر صواريخها وطائرتها المسيرة على استهداف الأعيان المدنية والأعيان العسكرية أيضا، بل نحن نلاحظ الآن أنها تستهدف مدنيين في الأرياف وفي قرى بعيدة عن مواقع العمليات العسكرية وحتى عن مواقع المعسكرات والمطارات. هذا يعني أنها تمارس ما يشبه الابتزاز وكأنها توجه رسالة إلى المملكة العربية السعودية وإلى المجتمع الدولي أيضا بأكمله بأن لديها القدرة على إيذاء الأمن في أي مكان تصل إليها صواريخها وطائرتها المسيرة. نعم، أشكرك السيد وضاح الجليل الباحث السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. قالت نائب مقرر مجلس النواب الليبي صباح جمعة الحاج إنه لا نية لتأجيل جلسة المجلس التي ستعقد يوم الاثنين المقبل بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة. وأوضحت الحاج أنه من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة، مشيرة إلى أن المجلس لم يتسلم أسماء المرشحين حتى الآن. كان من المقرر أن تعقد جلسة منح الثقة للحكومة الأسبوع الماضي، إلا أن بعض التدابير الأمنية حالت دون ذلك. أعلنت وزارة الصحة خروج 455 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 141,347 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 586 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ووفاة 48 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 183,010 حالات إصابة و 10,736 حالة وفاة. تلقى العراق 50,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، وهو أول لقاح يصل إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، والتي تواجه موجة وبائية ثانية مثيرة للقلق. وأشار الناطق باسم وزارة الصحة العراقية إلى أن الشحنة التي وصلت إلى البلاد الليلة الماضية تبرعت بها الصين، وأن عملية التلقيح ستبدأ اليوم. وبالإضافة إلى لقاح سينوفارم، يفترض أن يتلقى العراق 2,000,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني عبر آلية كوفاكس الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً.
وتؤكد بغداد التي تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة أنها سبق أن طلبت 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر ستشتريه عبر قرض من البنك الدولي. تجددت اليوم المواجهات بين المتظاهرين في ميانمار وقوات الشرطة التي فتحت النار على المحتجين. في الوقت نفسه هددت الولايات المتحدة حكام ميانمار العسكريين باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا استمر قمع الاحتجاجات. بانوراما النيل متواصلة معكم ونتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد. إطلاق سراح جميع الطالبات المختطفات في نيجيريا والبالغ عددهن 279 طالبة. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة ومباشرة إلى زميلي مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا غادة فاروق، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال نتابع فيها. وزير النقل يؤكد أن الدولة تنفذ خطة لجعل مصر مركزا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم. نفى حزب حماة الوطن ما تم تداوله من أنباء عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توجه الحكومة ومجلس النواب بعرض مشروع قانون للموارد المائية والري، وبزعم بيع المياه للفلاح، وأن كل ذلك شائعات ترددها قوى الشر لتأجيج الرأي العام المصري. أكد الحزب من خلال هيئاته البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ الممثلين للشعب على أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، وأن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث والمبادرة الرئاسية الحالية لتبطين الترع دون تحصيل أي رسوم من الفلاحين. المزيد من التحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النائب محمود القط أمين شباب حزب حماة الوطن. سيد محمود، بعد التحية، ما أهداف هذه الشائعات من وجهة نظرك في للمضي قدما في إعادة البناء مرة أخرى، وأيضا ما يتم من مشروعات قومية على المستوى الوطني للدولة المصرية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا في كل خطوة بتخطوها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في إطار بناء الدولة وتنظيم شؤونها لازم نشوف من قوى الشر إشاعات وتحوير والتفاف حوالين القوانين اللي بتكون مهمة لبناء الوطن. مصر عملت خطوات مهمة الفترة اللي فاتت في تبطين الترع والحفاظ على مياه الري علشان نزيد الرقعة الزراعية وعلشان نساعد الفلاح ان هو يسهل عمليات الري بطرق حديثة وطرق متنوعة وحفاظ على المياه. اللغط اللي تم النهاردة مهم ان المصريين يعرفوا ان مجلس النواب كان بيناقش قانون الري، المادة 38 كانت بتتكلم على الاجهزة بتاعت رفع المياه. مفيش اي بند في قانون الري بيتحدث عن اي رسوم او اموال تدفع من الفلاح للدولة في استخدام المياه، ولكن كل الامر تنظيم، كل الامر اجهزة الرفع، وهو اشتراك سنوي ومبلغ يعني غير يعني بسيط جدا، وليه كمان اليات وجاري المناقشه حواليه في مجلس النواب. لكن طبعا لازم يكون هناك قوى الشر اللي عايزه تفند كل خطوه ايجابيه في صالح المواطن المصري وتحسسه ان الاصلاح الاقتصادي اللي تم في صالحه وهو الان يجني ثماره لازم يكون في قوه بتعادي هذا. ولكن احنا كمان علينا دور كاحزاب سياسيه وكمجتمع مدني التوضيح من خلال حضراتكم ومن خلال وسائل الاعلام. لكن ما يدور الان سيد محمود من استكمال لمنظومه العمل الكامله داخل الدوله المصريه تتصدى لها الاحزاب المصريه، ويمكن على راسها حزب حماة الوطن اللي بيتبنى
بعض هذه المشاريع، ما هي الخطط القادمة لمشروعات الدولة المصرية وما تقوم به وما يقوم به حزب حماة الوطن؟ حزب حماة الوطن في الفترة القادمة إن شاء الله هيكون ليه دور كبير في الحوار المجتمعي حول القوانين المهمة اللي هتناقشها الدولة في الفترة اللي جاية. زي ما قلنا الفصل التشريعي الحالي مجلس النواب، وإن شاء الله مجلس الشيوخ لما يبدأ جلساته بعد إقرار اللائحة الخاصة به هيكون تفاعل مع كل القوانين المهمة اللي تعيد تنظيم الحياة المصرية بما يعني فيما يليق مع الوقت الحاضر ومع المستقبل. عندنا قوانين مهمة الفترة اللي جاية هيكون حواليها مناقشات حوار مجتمعي. احنا في حزب حماة الوطن مؤمنين جدا ان الحوار المجتمعي والشفافية مع الناس وتوضيح الحقائق هتفند كل الشائعات قبل ما تبدأ، هتخلي مشاركة المواطن المصري مع الأحزاب السياسية ومع حزب حماة الوطن تحديدا في توضيح الحقائق هيخلي المواطن هو حصن وهو حائط الصد الأول في الدفاع عن الوطن في الشائعات. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور كبير جدا الفترة اللي جاية في ان احنا نوضح الحقائق، ان احنا نعقد حوار مجتمعي علشان الإشاعة لما تطلع من اي وسيلة خارجية او من اي وسيلة عايزة تحارب الوطن تجد ان المواطن عنده الوعي الكافي اللي هو قادر ان هو اللي يرد ان هو ما ينصقش ويتعامل مع هذه الشائعة. بشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم النائب محمود فيصل القط، امين شباب حزب مستقبل، امين حزب حماة الوطن، وايضا عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك. قال وزير النقل المهندس كامل الوزير ان الدولة تنفذ خطة شاملة لتطوير جميع الموانئ وتنظيم سوق النقل البحري بحيث تصبح مصر مركزا لوجستيا لتجارة الترانزيت واللوجستيات وخدمات السفن على مستوى العالم. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير النقل بميناء العين السخنة، رافقه خلالها المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد بدأت الجولة الموسعة لمناقشة مستجدات الأعمال الجارية داخل الميناء ومتابعة أعمال الحفر للأرصفة ورصف الطرق وتطوير أحواض الميناء، كما تم مناقشة تعديل مسار السكك الحديدية داخل الميناء. أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الخطة الجارية لتنفيذها لتوصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2020-21 تمضي بمعدلات تنفيذ متميزة تفوق المخطط، سواء في مجال تحويل الوحدات السكنية لاستخدام الغاز الطبيعي أو مد شبكات جديدة للغاز بالمناطق المستهدفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في محافظات الجمهورية، كما تم استعراض تقدم تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية بالتعاون مع وزارة التموين. واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء متأثرة بضغوط بيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، كما تأثرت السوق بعمليات مضاربة حادة على أسهم المضاربات وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق عند مستوى 700 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 4.2 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجيكس 30 بنسبة 43%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 99%. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الجولة في أخبار الأعمال والمال، وعودة من جديد إلى غدا فاروق لاستكمال ما تبقى. شكرا لك مصطفى. أعلنت السلطات النيجيرية إطلاق سراح جميع الطالبات اللائي خطفن من مدرسة داخلية بولاية زمفارة الواقعة شمال غربي البلاد، ويبلغ عددهن 279 طالبة. في غضون أقل من 3 أشهر شهدت نيجيريا 4 عمليات خطف طلاب واسعة النطاق، كان آخرها اختطاف مئات الطالبات من إحدى المدارس الجمعة الماضية، ما أشعل الغضب تجاه الحكومة وأعاد إلى الأذهان عملية خطف مئات التلميذات عام 2014 في شيبوك شرق البلاد والتي أثارت صدمة في العالم.
الحكومة النيجيرية أعلنت إطلاق سراح جميع التلميذات البالغ عددهن 279 اللواتي خطفن من مدرسة البنات الثانوية الحكومية الجمعة الماضية في ولاية زنفارة في شمال البلاد، ووصلنا إلى مقر الحكومة، الأمر الذي أشاد به رئيس البلاد محمد بخاري. إنها نتيجة ثانوية لاتفاق السلام الجاري في ولاية زنفارة. تذكر أننا عقدنا اتفاق سلام. اتفاقية السلام القائمة هي منصة العمل التي يتم من خلالها تحقيق كل هذه النجاحات الخاصة بالمصالحات. سيظل اتفاق سلام زنفارة العمود الفقري للنجاح الذي تم تسجيله حتى الآن. تمكنا من إنقاذ هؤلاء الفتيات عبر الحوار، وتعميق عملية السلام عبر عملية السلام أمر بسيط. وكان مسؤولون حكوميون يجرون محادثات مع الخاطفين الذين يشار إليهم محليا بقطاع الطرق. وكثفت عصابات إجرامية مسلحة في شمال غرب نيجيريا وسطها هجماتها في السنوات الأخيرة، إذ نفذت عمليات خطف مقابل فدية بالإضافة إلى عمليات اغتصاب ونهب. وتم نشر الجيش النيجيري في المنطقة عام 2016، فيما تم توقيع اتفاق سلام مع قطاع طرق عام 2019، لكن الهجمات تواصلت. ونفت الحكومة مرارا دفع فدية، وأصدر الرئيس محمد بخاري بيانا يوم الجمعة حث فيه حكومات الولايات على مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات، وحذر من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي. وبالرغم من نفي السلطات دفع أي فدية مقابل إطلاق سراح المخطوفين أخيرا، إلا أن محللين يستبعدون ذلك، الأمر الذي يثير مخاوف خبراء أمنيين من تزايد عمليات الخطف في هذه المناطق التي تعاني من الفقر الشديد. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية المحتملة ضدها على خلفية قضية تسميم وسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني. عندما يخفي كل من تعامل مع نافالني الحقائق التي كان يمكن أن تساعد في معرفة حقيقة ما حدث، وبالتوازي يبدأون في فرض العقوبات بدلا من التعاون في القضية، فهذا لا يمنحهم أي مصداقية لمن يتخذ القرار، وبالطبع سنرد على أي عقوبات. بانوراماني المتواصلة معكم ونتابع فيها بعد أخبار الرياضة. أردنية تعلم النساء فن تزيين الأوشحة التقليدية لكسب رزقهن. وإلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة، ومباشرة إلى زميلي مصطفى ميزار من جديد. في الأردن تقوم سيدة أردنية بتعليم ونقل مهاراتها لنساء أخريات في تزيين الأوشحة التقليدية بهدف مساعدتهن على تحقيق الاستقلال المادي والاعتماد على أنفسهن. بهدف مساعدة النساء على تحقيق الاستقلال المادي والاعتماد على أنفسهن دون الحاجة لأحد، قررت ثائرة عريبات نقل مهاراتها وتمرير خبرتها لنساء أخريات. ثائرة تملك الخبرة وأسرار الصنعة في تزيين الأوشحة التقليدية في الأردن. لقيت أنه في عدد كبير من البنات اللي خلصوا جامعات وما حالفهم حظ بالشغل، أو صبايا عمر 18-19 ما حالفهم حظ أنهم ينجحوا بالتوجيهين. بالفعل تدربوا عندي والحمد لله صار عندهم مشاريعهم وصار عندهم شغلهم البيتي. أنا بكون كثير مبسوطة أنه استمرارية هاي الحرفة وديمومتها وزرعها في الجيل الشباب. الهدف الأساسي من مشروع مهدبات الهدب انه هاي المحافظه على هاي الحرفه وديمومتها. انا بعطي هاي الحرفه بدون مقابل، بنفس الوقت بعطيها من روحي وبزرع فيهم حب هاي الحرف اللي بنفتخر فيها. تجلس النساء معا في منزل قديم تفوح منه رائحه التاريخ بطرازه التراثي في مدينه السلط. تتابع النساء بعنايه وتركيز شديدين الخطوات والتعليمات التي تشرحها ثائره حول طريقه تدبيج الاوشحه التي تعرف في الأردن باسم الشماغ. بداية القصة كانت لحظة انبهار عندما رأت ثائرة حماتها تزين حواف الأوشحة لأبنائها وإخوتها وأحفادها. تابعت ثائرة حماتها بإعجاب شديد وهي تمارس الحرفة التقليدية المعروفة في الأردن باسم الهد،
وتعني عملية الهدب تزيين حوافل أوشحة يدويا بخيط أبيض. تساهم هذه الزخارف في رفع سعر الوشاح التقليدي. بعد أن وصلت حد الإتقان، قررت تعليم النساء الأخريات في الأردن على أمل تمكينهن من تلبية احتياجاتهن في الحياة. تبيع ثائرة الوشاح المزخرف بسعر يتراوح بين 25 و40 دينارا أردنيا، بينما يباع الوشاح العادي بدون عملية التزيين بحوالي 12 دينار. قام مشروع ثائرة بتعليم 525 امرأة في 48 ورشة عمل بالمملكة. ثائرة الفخورة بمشروعها، عازمة على مواصلة تعليم النساء لاستمرار الحرفة والحفاظ على الشماغ التقليدي. ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. تنديد مصري وعربي بالهجوم الحوثي على مدينة جازان السعودية والذي أسفر عن إصابة 5 مدنيين. منظمة الصحة العالمية تستبعد إمكانية التغلب على فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري. ختام بانوراما النيل، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.